فكر معايا هي عايزة ايه، بص في المراية زبط زوايا علشان نتقدم، سيب الشيشة أمن على القهوة، سيب الشيشة هي عايزة ايه، زبط زوايا. اكتر حاجه بقى لفتت نظري في ام الدنيا هي ام فلانه. الست ام فلانه دي موجوده في كل حاره وبيسموها رويتر عشان هي اللي متابعه كل حاجه. ازيك يا طنط ام قشقش؟ هي دي بقى النمامه؟ مش قصدي. تعالى يا ام قشقش. لا ده انا عارف الطلبه دول جايبين وجبات دليفري، عندنا حد في الحته بيطلب دليفري شرطيهم بقى. ربنا معاك. ذكر مصدر مسؤول بالطبع رفض ذكر اسمه أن الست أم أيمن هي اللي بتمشي كلامها في البيت على جوزها أبو أيمن، رغم أنه دايماً بيعمل ذكر على القهوة. أي معلومة تلاقيها قدامك احفظها، مش عارف تحفظها ورقة وقلم دونها، سجلها على طول، على طول لازم تسجلها، مفيش أي مشاكل، ارمي ودانك وقع على طول، لمع أوكر، سيب الشيشة. تفتكروا لو كان أينشتاين ولا توماس إديسون ولا جراهام بيل مامة أي حد فيهم قالت له هو صغير والله ما أنت نافع، ولا سيبك من الهبل اللي بتعمله ده وروح احفظ المحفوظات عشان هسمعها لك. او ابو توماس اديسون كان مثلا موظف شقيان ورجع لقى ابنه مخترع اللمبه وجه قال له بص يا بابا انا اخترعت ايه، وابوه مثلا كان ممكن يكسر اللمبه على دماغه وكان رنه علقه موت وطلع امه. تخيلوا ما كانش زماننا دلوقتي بنكلمكم من تلفزيون او سوشيال ميديا، ما كانش هيبقى في حاجات كتير قوي لولا حاجه اسمها التشجيع. سيب الشيشه. شكرا شكرا للصحاب اللي واقفين في ظهري، شكرا. يا فوزه في ايه؟ انت حبيبي ده فوزه وربنا، انت صاحبي يا صاحبي مش اخويا. بس انا مش فاهم بتتكلم على ايه. انا شيرت فيديو ليا وقلت محتاج دعمكم يا احلى اصحاب في الدنيا، محدش عمل لي شير او مشاركه حتى، طب اعجاب او لايك ماشي شكرا، بس احنا تعودنا نبيع الجدعنه وما ناخدش حقها. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ الفيديو بتاعك ده ما انا عملت له شير. في ايه؟ مش الفيديو بتاع سبحان الله سلحفاه تاكل خس كابوتشا؟ لا يا ابني مش ده، هو قصده على الفيديو وهو بينط في الترعه بظهره. شكرا شكرا، انا الفيديو ده اللي كنت متصور جنب التجربه بتاعتي. شكرا. انت بقى عايزنا نعمل لك مشاركه اللي هو الشير بتاعك ده، ها؟ عشان اكتر واحد يعمل لايكات يكسب الاختراع بتاعك ده، صح؟ بقول لك ايه ده فوزي، انت حبيبي وربنا عامل معاك الصح، انا اروح افك البلوك ماشي واعمل لك شير ولايك واعمل لك بلوك تاني عشان انت حبيبي، انت عارف. يا جماعه انتوا مش فاهمين، الاختراع ده هيقلب الدنيا، هيقلبها. ليه يعني يا عم؟ انت اخترعت تريلت زلط؟ اختراع ايه اللي هيقلب الدنيا يا حبيبي؟ عملت هراشه بالكهرباء؟ الاختراع ده اهم بكتير، اختراع اله تحول مخلفات القطط لطعام ليهم. الله ايه ده ايه ده ايه ده الله الله ايه الله دي يا عم؟ في ايه يا عم؟ هي ايه جمعيه منها فيها؟ على فكرة الاختراع هايل. يا رب بجد ندوقه قريب. تدوق ايه يا رمزي؟ بقول لك مخلفات قطط، انت مقرف ليه كده؟ انا قصدي ندوق طعم نجاح التجربة بتاعت مخلفات القطط. ميرسي. انا في ظهرك، في ظهرك يا فوزي وانا بدعمك. وانا كمان يا ده فوزي بدعمك، اقسم بالله بدعمك. ميرسي. زي ما ابويا وامي وقفوا معايا واهلي كلهم وقفوا معايا انا هدعمك. ايه ده؟ انا بقى هفضل ولا اللعب دي لغايه لما اعرف بتشتغل ازاي، وهفضل ولا العربيه بنت الايدي لغايه لما اعرف هي بتمشي لوحدها في الجنينه ازاي. يا نهارك مش فايت، انت بوظت كل اللعب اللي ابوك جايبها لك يا ولا. ايه يا ماما، انا لسه في مرحله اكتشاف الاشياء، وبعدين انا لما اكبر ابقى مخترع قد كده. هو طب ابني حبيبي مش هيعرف يقوم يعمل كوبايه شاي حلوه لماما ولا ايه؟ ايوه يا ماما انا بعرف اعمل الشاي، لان انا فكيت الكاتل وركبته تاني وعرفت هو بيتكون من ايه. والله واقوم اثبت لك دلوقتي اما اعمل لك الشاي. يا اختي بطل 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 يا اختي، حلوه حلوه حلوه، ابني مخترع. اسم الله عليك يا حبيبي، اسم الله يخليك ليا. ماشي يا ماما. استنى ابني حبيبي المخترع مش هيغير لي لمبه اوضه النوم اللي باظت ولا ايه؟ ايوه يا ماما انا اصلا بقيت اعرف اغير اللمبه وبخترع لمبه بتتغير لوحدها. والله ماما انا غيرت لك اللمبه يا ماما. يا ابن حبيبي الم...
المخترع. استنى انت رايح فين؟ فاضل لك بس تروق لي الشقه وتغسل لي المواعين. ايه ده يا ماما؟ انا اصلا بخترع لك غساله عشان تغسلي المواعين عشان انت بتتعبي قوي يا ماما. حبيبي ابن المخترع. تعبت يا ماما؟ كل حاجه يا ماما بقت بعملها انا يا ماما. معلش يا حبيبي، هم اخترعوا الغساله بس ابوك بخلان يجيبها. ايه ده يا ماما؟ انا هخترع لك حاجه للبخل. صوت ابوك اهو باين له جه. ايه يا ماما؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا بابا. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. مش هفرحك. مش هفرحك. الواد ابنك فك كل اللعب اللي انت شقيان يا اخويا وجايبها له. الواد لا، وفك الكتل من يومين. شوف لك صرفه معاه يا حبيبي يا ابني. ايه يا بابا؟ في ايه يا بابا؟ عايز تضربني ليه؟ بقى نشقه واتعب عشان سيادتك تاخد اللعب تقعد تفكفك فيها وتبوظها بالشكل ده؟ عملت لك ايه هنا عشان تعمل ده كله؟ تصدق يالا انت عيل خرابه، واخلي كل اصحابك في الشارع ينادولك يا خرابه يا خرابه. ما بلاش يا بابا موضوع الخرابه ده، عشان العيال بيفتكروني بروح الخرابه. هتموتني بدري بدري يا ابن الكلب. رفعت لي الضغط وكبرت لي البطن ومهدي لي الفوار من جوه يا ولية. بطني بتنقح عليا. فوره يا رجل، الله يخرب بيتك، هتعقد لي الواد. ما تخافش يا حبيبي، خرابة ديت يعني بتخرب كل حاجة. ماشي يا روح ماما. وهخلي كل اصحابك في الشارع ينادولك يا خرابة. ايه خرابة؟ ايه خرابة؟ خرابة 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 خرابة. خدها في عوزي، ما تسيبنيش لوحدي. ايه يا عمروسي؟ عمروسي ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا رمزي معاك اهو، واحنا في القهوة اهو. ايه ده؟ رمزي. الحمد لله. ايه؟ ايه يا لا مفيش حاجة، بس انا افتكرت اجمل ايام حياتي، ايام ما كان ابويا وامي بيدعموني. واضح قوي انها كانت اجمل ايام حياتك. عارف ليه؟ عشان انتوا هنا تدعمونا الفاشل لينجح، اما نحن فندعم الناجح ليفشل اكثر. انت بتقول حكم من ورايا ولا ايه؟ لا ابدا والله، ده بوست انا لقيته على الفيسبوك، بس كان على صوره حلوه قوي لياسمين صبري فعجبني جدا، يعني كان جميل. وايه اللي عجبك؟ البوست؟ لا الفستان بتاع ياسمين. طيب يا رمزي، انا عايز اعرف منك حاجه كده مهمه. هو انت ابوك وامك كانوا بيقفوا جنبك ويدعموك؟ انت عايز الحق ولا ابن عمي؟ انا عامل ايه قدم ابن عمك؟ انا قصدي ابن عمه، ابن عم الحق. انا سيدي رجل عصامي، جبت خامات وبنيت نفسي بنفسي. يرضيك؟ يرضيك يا خواجه يا جوزي، الواد رمزي شوت الكره في النيش، تيجي في المقص اليمين فوق؟ جت في المقص ولا في النيش؟ هددي. احدد لك بالظبط، جت في المقص فوق على اليمين. قوله قبلت. ايه رمزي؟ بابا انا اشرح لك. بابا انا شفت الكره يجي في النيش اذا تتكسر. دونت كراي. برافو رمزي، جود. انت رياضي محترف وهتسبح مثل عمري ورده. اي اس اي اي ان شاء الله. لازم. هلو مورينيو، إن ابني لديه موهبة فذة في لعبة كرة القدم، وأرغب له في الانضمام إلى أشبال الأرسنال. حسناً مورينيو، تمت، أشكرك. رمزي، من بكرة الصبح تذهب لأمك مورينيو في ساحة الأرسنال. أتينا في الفريق الأول يا ولد. بس يا بابا. ما بسش، أبوك عارف مصلحتك فين، عايزك لعيب كرة قد الدنيا زي رونالدو. أنا أشرح لك بابا، الموضوع صدفة. أنا شوت كورة جت في النيش بينما كنت أجري وأتشقلب بسرعة. تتشقلب رمزي؟ تتشقلب وتجري؟ أي نعم. حسناً آخر حاجة، من بكرة الصبح تذهب إلى مركز شباب الإرسنال تلعب جمباز هناك عشان تصبح رياضي مثل نيلي كريم. بابا أنا لا أحب جمباز، أنا أحبه أغني. ولا بيعرف يغني ولا بيعرف يعمل حاجة، هو بس يشوط الكورة يقوم جايب النيش. تغني رمزي؟ أغني بابا. أمان ربي أمان. المزهانم، هاتي رقم 50 سنت من جوا. حاضر. ولا أقول لك استني، هو مسجل عندي على الإيدة دي 50 سنت. أريد أن أتحدث إلى أحد أعضاء في 50 سنت. أنت، إن ابني لديه موهبة فذة في الغناء وأريد أن ينضم إليكم. والله 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 أنت مدلعه. هاول هاول أرجوك، لماذا لا ينضم إليكم؟ فلينضم إليكم وتصبحون 51 سين. حسناً حسناً أشكرك، تم. أبي، إن الفرحة في عيونك وصوتك تعني أنني سوف أغني من بكرة الصبح.
ظبط زوايا زمن على القهوة سيب الشيشة. يا رب يا رب كرمك يا رب كرمك يا رب. ايه يا اسطى في ايه يا اسطى؟ هو انت بتصلح الحنفيه ولا طالع عمره؟ عروس ايه؟ احنا مش اتفقنا ان احنا نشجعه؟ ولا انت عايزه يبقى سباك محبط ونفسيته في النازل؟ لا يا عم احنا لازم نشجعه بصراحه لحد لما يطلع دكتور. حتى بص سباك بيقول لصبيه يا ابني اتعلم مني وشيل الحمل عني وتجيب لي زبون بذمه وباخلاص وتأني وباخلاص وتأني. حلو التشجيع ده يا عم رمزي؟ الله ينور عليك. الله ينور يا باشمهندس. الله يكرمك يا باشا. اتريق اتريق يا اخويا اتريق. لا 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 ليه 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 اتريق ليه؟ انت ما تقلش عن اي باشمهندس. انت بتتعامل مع الحنفيه بكل حنيه وبتغني لها والشريط والحاجات دي. بجد انا حقيقي فخور بيك. اه والله شايف الاسطوبه الكتان دي؟ أيوة. هو الموضوع في الاسطوبه الكتان اللي انت شايفها دي. على علمك يا باشا الواحد لازم يعمل شغله بضميره وبذمه وعلى اكمل وجه. انا عايز اقول لك الحنفيه دي الحنفيه دي انت فاكر ان هي لما بتنقط كده بتنقط ميه؟ لا لا والله ده من كتر الطقريت عليها لا مؤاخذه بقى في دموع واسى وعذاب. انا عايز اقول لكم يا جماعه انتوا فاكريني صنايع عادي؟ لا انا على فكره سباك فنان. انا كنت ادخل زمان مع الموسيقى العربيه بس ابويا الله يسامحه حطني في الشغلانه دي ومرضيش قفش عليا. تحب تسمعوا حاجه؟ نسمع حاجه. انت صاحبتنا فجاه اتفضل. لا ما ده مش عايزين تسمعوا ده بغنى ده بيتصدم بفلوس. بالعكس بالعكس شجع فلوس يا باشا شجع 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 نسمع طبعا نسمع. الدموع مليئة الحنفية وهي بتنقط ليه؟ يزيدي يزيدي خفوا عليها شوية شوية الحنية مطلوبة ليه؟ الله 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 قلت لك جايب لك سباك من سيد الصاوي. براحتك براحتك يا باشمهندس. الله يخليك. طبعا يا عم رمزي ما تنفخوش علينا قوي انا عارف الاشكال دي كويس. وانت يا اسطى ركز الحنفيه دي لو نقطت تاني انت فاهم بقى. على فكره انت مش محتاج تقولي على حاجه انا عارف شغلك كويس خليك في حالك. انا شايف ان الراجل مركز. سيبه بقى سيبه بقى اهو مركز والله العظيم. لو سمحت اوعى تديله اي طاقه نيجاتيف فاهم؟ الله ينور الله ينور. يا سلام الميه نزلت طلعت قفل. يا سلام. انا عايز اقول لك على حاجه والله يوم ما نفاق ولا ريق. انا شايف عازف مع كمانجته مش سباك مع حنفيته. بجد والنبي. والله انا عايز اسالك انت نقابي؟ الحمد لله ومراتي ملتزمه. التزمت ايه؟ ايه يا عم ابو مصعب مالك؟ في ايه؟ احنا عايزين نشهل وننجز ها؟ ورانا حاجات عايزين نعملها، عايزين نعمل كوبايتين شاي ورانا غدوه، في ايه يا عم مالك؟ انا عايزك تنجز. وبعدين انا عايز اعرف الحساب كام. عناية حاضر عناية. اسمع عم اقول لك يا فنان. انا مش هقول لك يا سباك. اتفضل. انت تعبت. عايزك تاخد حق تعبك. قصاد كل نقطة عرق ما عرقتهاش، كل إحساس حقيقي طلع من جوه قلبك للحنفية، قصاد كل كلمة قلتها في الموال. حاضر. لما الموضوع كده بقى يا سيدي يبقى أنا غيرت جلدة حنفية، غيرت قلب حنفية، غيرت الحنفية نفسها، غيرت الكوع، لفيت الاستوباية الكتان بمحبة، حبيت الحنفية بحب غير عادي ما حصلش قبل كده، يعني أنا عملت الصح معاكم وفوق الصح بشرطتين يبقى الحساب كله بالصلاة على النبي صلاة النبي أحسن، يبقى 2500 جنيه بقى. إيه؟ إيه؟ في إيه الحساب 2500 جنيه؟ 2500 جنيه يا ابني أنت اتجننت في ودانك ولا إيه؟ اثبت نفسك يا عم. انا شيت على فكره يا باشمهندس هتاكل عرق يعني. شيت ايه 2500 جنيه ليه؟ عشان انا شديت الحنفيه وعملت قلب حنفيه وجلده الحنفيه وحبيت الحب في الحنفيه. يا ابني ده انت غنيت اكتر ما اشتغلت. اسمع يا سباك الغبره انت يا استاذ هم 50 جنيه اللي هتاخدهم انت فاهم؟ والاسبوع الجاي تيجي تعمل صيانه لكل حنفيات البيت وسخانات البيت وسخانات العماره انت فاهم؟ حاضر يا باشا. بره يالا. مش عايز اي حاجه تاني؟ بره يالا بره. السلام عليكم. ظبط زوايا ظبط زوايا من على القهوة سيب الشيشة. اسمي سيرجيو راموس. في البلاد العربية بيسموني رامز. أنا ضحية عدم التشجيع. زمان كنت بعمل كل حاجة كويسة وغيري هو اللي بيتشكر. عمر ما حد قال لي شكرا أو برافو.
او ثانكس. عشان كده طلعت مهزق وضعيف ومريض نفسي. مريض نفسي. زمان وانا صغير كنت بحب قوي العب العاب البنات عشان فيها حنيه وطيبه وتبقى معموله من قماش ناعم جميل، بس في اخر اللعبه كنت بقطعها واطلع القطن اللي جواها احرقه واقعد اتفرج على الدخان وهو طالع لفوق لفوق. لما كنا بنلعب لعبني ولعبك واكسر صوابعك، انا كنت بكسر صوابعهم بجد. مجنون حقيقي مجنون. زمان اصحابي عشان ينتقموا مني اتكتروا عليا وسمعتهم هم بيقولوا يلا نعلم على الواد رامز يلا ننتقم منه. بصراحه خفت على نفسي، لكن الحقيقه ان هم جابوا الوان من اللي ما بتطلعش دي ورسموا خريطه الحقيقه الخريطه دي فضلت وصمه عار طول عمري. عشان كده بقى شعاري في الحياه الموت لكم جميعا وعيش انا لوحدي ولن يستمتع العرب بكاس العالم. انا محدش شجعني، عشان كده انا بقول لكل واحد انا شتمته او غلطت فيه او شديته من شعره او عضيته في قفاه انا مش اسف. انت فاهم؟ انا محدش شجعني. ها؟ محدش. سيب الشيشة. ايه يا عمي؟ طب دريان انت ولا ما دريانش؟ لو كنا سمعنا كلام اليهود سنة 73 وما وقفناش وقفة رجل واحد وقفنا مع بعضينا كنا زماننا اتحط علينا. دريان ولا ما دريانش؟ طب دريان انت ولا ما دريانش؟ لما كانت البلد بتوجع منينا وسندناها كه وقفنا مع بعض وقفة رجل واحد. دريان انت ولا ما دريانش؟ يا ابو خالو يا عمي. طب دريان انت ولا ما دريانش؟ ان دكتور زويل ربنا يرحمه يا اخي عمل مدينة عشان المخترعين الصغار عندنا في مصر يخترعوا اي حاجه في الايام الجايه دي ومصر تبقى ايه طايره كده. هنخترع حاجات تطير مصر كده. طب دريان انت ان الطياره النفاسه بتعدي من عندنا عادي يعني، بس عالي الصغيره تشجع فيها طياره راحت الطياره جت. دريان ولا ما دريانش؟ في ظهرك يا فوزي وانا بدعمك زي ما ابويا وامي وقفوا معايا واهلي كلهم وقفوا معايا انا هدعمك. ايه يا بابا في ايه يا بابا؟ عايز تضربني ليه بقى؟ نشقه واتعب عشان سيادتك تاخد اللعب تقعد تفكفك فيها وتبوظها بالشكل ده. ايه يا عبوسي؟ بص ايه ايه ده انا رمزي معاك اهو. الواد رمزي شوت الكره في النيش تيجي في المقص اليمين فوق. جت في المقص ولا في النيش؟ هددي. ايه يا اسطى في ايه يا اسطى؟ وانت بتصلح الحنفيه ولا طالع عمره؟ عروسي ايه؟ احنا مش اتفقنا ان احنا نشجعه؟ ولا انت عايزه يبقى سباك محبط ونفسيته في النازل؟ صب زوايا علشان نتقدم، سيب الشيشه قوم من على القهوه